عليه العوض ومنه العوض من يوم ما خالد الغندور والاعلام الزملكاوي قال مش عايزين بطولات تاني بعد الزمالك ما خد السوبر الافريقي والسوبر المصري، وبعدها الاتوبيس اتعطل على كوبري 6 اكتوبر والزمالك رايح يلعب الاهلي، ومفيش ميكانيكي لغايه دلوقتي يصلح اتوبيس الزمالك عشان الزمالك ياخد بطوله او يعمل انجاز او يحقق حاجه تانية او حتى يصعد في دوري ابطال افريقيا. مفيش ميكانيكي يا جماعه، الزمالك عايز ميكانيكي مش عايز مدرب. تمشوا كابتشينو، تجيبوا شاي بالجبنه، كرتون توم وجيلي، الدنيا بايظه. فين بقى؟ وبعدين تلم تبرعات لفرجاني ساسي والكرامه والشكل اللي ما يعلم بيه الا ربنا، على اي اساس؟ عشان تاخدوا دوره رمضانيه؟ احنا عاوزين نعمل دوره كده نشيل منها الاهلي ونشيل منها الاسماعيلي ونشيل منها البطولات كده، دوره خماسيه حتى عشان الزمالك ياخدها عشان نفرح. ما بالشكل ده ما ينفعش. يعني انت زمالك جاي بعد ما خسرت وطلعت من دوري ابطال افريقيا تعمل المصايب دي كلها وتتغلب من النادي الاهلي؟ طب ما ترد بكلمه حلوه صالح جمهورك، مفيش مصالحه؟ هو ده يعني شكل؟ ودي ضربه جزاء محمود فتح الله يشوطها؟ ده لو جبنا واد في تانية ابتدائي كان جابها. وتحس ان لعيبه الزمالك عندها تحرك لا ارادي داخل الملعب وتسلخات لو جابت جون، تحس ان الشبكه فيها كورونا لو الكوره دخلت الشبكه، ما فيش حاجه خالص. وبعدين تقول برافو لعلي لطفي، تحياتي لعلي لطفي، قالوا الشناوي مش موجود، الدنيا فرصتنا، عملت اسد يا ابني. ما تقدرش تقول غير كده، ما تقولش كده معلقلي الشماعه بتاعتك الشناوي مش موجود، والجون اللي جابه شيكابالا جون يدخل، جون جميل جدا، بس هتعمل ايه بالحلاوه الجون؟ ما الدنيا بايظه. وجنش بيعمل ايه؟ جنش عمل ايه؟ والف الف مبروك للنادي الاهلي، وهارد 8 جيجا للنادي الزمالك ولاعيبته مليان طين وبلاوي عشان اللي هم عملوه. الاهلي رايح للدوري والزمالك خلاص بيودع البطولات، خلاص مفيش بطولة افريقيا، والسنة اللي فات خد المركز التاني وطلع بره البطولة وخسر كاس مصر ومش هيلعب السوبر المصري ومش هيلعب السوبر الافريقي، والاهلي هيلعب في كل ده وخد تالت المركز التالت في كاس العالم للاندية. يعني بطاطس يا زمالك، يعني هنحفل ايه؟ احنا نحفل على نفسنا بنفسنا. كل سنة وانتم طيبين يا رب.